امبراطوري، حيث ان المدعومين اودوكسيوس الجندي الصادق بجيش الامبراطور ديقلديانوس قد رفض اطاعة امر الوالي بالعودة الى صفوف الجيش وانكار مسيحيته والتبخير والذبح لآلهتنا، لذلك قد امرنا بقطع رأسه بحد السيف وحرق جسده في النار. لأنك لم تتخلى عني ولم تتركني ليهلكني عدو الخير. احفظني يا رب أيضا في هذه الساعة، أعطني الصبر إلى التمام، ولتقبل نفسي ذبيحة حب لك ولأسجد لك في كل حين. سلام يا سيدي القائد. سلام يا بولا. رسالة عاجلة لشيخ. أمر عسكري رقم 61، لقد تعين على فرقة الروت ليكون بقيادة القائد أثناسيوس التحرك فورا إلى منطقة مريوط غرب الإسكندرية لصد هجوم قبائل البربر وحماية المريوطيين هناك. ارفعوا الخيم وبلغ الجنود بالاستعداد للتحرك فورا. مالك واقف ليه؟ دي مؤامرة رومانية يا سيادة القائد. علشان اختاروا فرقتنا لصد هجوم البربر؟ ايوة، لانهم عارفين ان الفرقة اغلبها مسيحيين والرومان لسه بيضطهدوا المسيحية. بولا يا ابني ما تخافش، ده واجب وطني،
ومريوط دي جزء من وطننا، لازم نحميه وندافع عنه. ما تخافش، البربر دول ناس متوحشين ما عندهمش رحمة. الجندي والقديس الشهيد مريمينا لما انضم للجيش كان صغير زيك، لكن قلبه كان شجاع، ما كانش بيخاف ابدا. الايام اللي قضيتها معاه في الجيش مش هنساها، يوم استشهاده مش هيروح من ذاكرتي ابدا ابدا. كان شاب هادي مليان نعمة وبركة، صورة السيد المسيح على الارض. اسمع، انا جت لي فكرة، احنا هناخد جسده معانا في المعركة علشان نتبارك بيه. ايوة، انا واثق ان بشفاعة مريمينا ربنا هيمنحنا النصر. تعال معايا. ايها الجند الشجاع والقديس العظيم مريمينا، سامحنا، سامحنا اذا كنا تجرأنا واخرجنا جسدك الطاهر كي نحمله معنا في الحرب. مريمينا، انت كنت جندي زينا واشتركت في حروب كتيرة، وانا مؤمن ان شفاعتك مقبولة امام السيد المسيح كي يمنحنا النصر على قبائل البربر. امنتوا بقى ان اللي كانوا معانا اكتر من اللي كانوا علينا؟ طبعا يا جناب القائد، اللي حصل ده معجزه. انا بمجرد احساس ان جسد مريمينا بينا خلاني احارب قد 10 جنود. فعلا احنا ما كناش بنحارب لوحدينا، الله كان بيحارب معانا، وجسد مريمينا كان بيعضدنا. مستعد للتحرك يا سيادة القائد. عظيم، حطوا جسد مريمين على جمل وخليه يمشي في المقدمة، واحنا هنحصلهم بالحصيرة بعد شوية. تحت امرك يا سيادة القائد. ايها الاله العظيم رب الجنود، لقد تحقق وعدك وتبدد من امام وجهك كل مبغضيك، اما شعبك فظل كما هو، ألوف ألوف وربوات ربوات. في ايه يا رجالة؟ مالكم واقفين كده ليه؟ الجمل ده مش عايز يتحرك. يمكن تعبان من المعركة. شيل الصندوق وحطه على جمل تاني. ده تالت جمل نحط عليه الصندوق وما تحركش. نشيل الصندوق، الجمل بيتحرك. خلاص يا رجالة، يبقى احنا هنستنى هنا النهاردة. ليه يا جناب القائد؟ مريمينا بيقول لنا انه عاوز يندفن هنا في مريوط. احفروا قبر وشوفوا لي احسن رسام في الفرقه.
أمرك يا جناب القائد. ده أحسن رسام في الفرقة يا سيادة القائد. عظيم. شوف يا ابني، أنا عاوزك ترسم لي صورة بالحفرة على الخشب للشهيد القديس ماريمينا. أنا حوصف لك شكله لأني خدمت معاه في الجيش 3 سنين. المهم عايزك ترسم بجانب صورته وحشين على هيئة جمالين ليهم رقاب طويلة زي الوحوش اللي طلعت لنا دون مية وإحنا جايبين جسده معانا على السفينة. بالظبط، بس عايز شكلها بجانب إنه يدي معنى الوحوش الشريرة اللي خضعت للجسد لما طلع منه سهام نارية، يدي كمان في نفس الوقت معنى الجمال اللي رفضت تتحرك من المكان ده. وتعمل لي نسختين، واحدة تندفن مع الجسد والتانية تفضل معانا نتبارك بيها. تحت أمرك يا سيادة القائد، بس يا ريت تحكي لي كل التفاصيل عن حياته علشان ده هيساعدنا كتير في رسم صورته. وأنا بعد إذنك هدون كل اللي تحكيه عنه عشان يفضل الأجيال الجاية. ماريمينا كان ليه وجه جميل معبر، وجه يجمع ما بين براءة الطفولة وشجاعة الفرسان. ماريمينا كان شاب هادي قليل الكلام كتير الحكمة. أبوه وأمه كانوا مسيحيين، والده كان من طبقة الحكام المقربين للرومان. والده كان والي على مدينة نيقيوس اللي في الدلتا، لكن الإمبراطور نقله لبلد تاني. فضلوا نوّجتم البلد من الولد كلها. من ساعة ما جالنا الخبر إن حضرتك هتتنقل وتيجي عندنا والبلد كلها هتطير من فرح. أنا متشكر أوي على الحفاوة العظيمة اللي استقبلتونا بيها. شغل حضرتك في الحكم بالعدل والرحمة ومساعدة المظلوم والمحتاج نعرفها من سنين. ربنا يزيدك من نعيمه. متشكر خالص. بينا احنا بقى عشان يستريحوا، بقالكم يومين في السفر من الدلتا لحدود ليبيا، مشوار طويل. عن اذنكم. اتفضلوا. ودعونا بدموع الفراق وهنا استقبلونا بالزغاريد بالدراجيف. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بعد الاستقبال ده خلاص ما عدتش زعلان ان الامبراطور نقلك من الدلتا لحدود ليبيا، لكن انا زعلان على اخوك اللي مال الحسد قلبه واثار الامبراطور ضدك. ليه يسمح لشيطان يلعب بيه ويسخره في الشر؟ انتم اخوات عشتوا طول عمركم مع بعض. ما تستغربيش، السيد المسيح مش شبه الانسان بالزرع والاشجار وقال ان فيها اشجار بتنمو بلا ثمر لانها بتبتعد عن الكرمة الحقيقية؟ ثمر؟ طب احنا سالكين حسب وصايا الله، ليه ربنا ما اديناش اطفال؟ خلفة مش ثمر. أفهمية، ثمر الحياة مش مقصور على الخلفة وبس. الأسر اللي كنا بنساعدها والأطفال اليتامى اللي كنت بتراعيهم دول من ثمار حياتك الروحية. بس كل أم بتتمنى طفل من بطنها. لازم نصبر ونطيع إرادة الله سواء استجاب لطلبتنا أو لا. أنا صبرة وخضع لمشيئته، لكن بتسائل بتحاجج مع ربنا زي ما بيقول الكتاب. ليس لنا إلا الصلاة والصوم، الصلاة والصوم والخضوع لمشيئة الله. يا عذراء، يا أم النور، يا معدن الطهر والجود، يا أم كل شفاعات، شفعيلي قدام ابنك رب المجد يسوع المسيح. اتشفعي لي انه يرزقني بابن. انتي ام وتعرفي قد ايه الامومة حلوة وغالية. يا رب يسوع المسيح انظر الى ذلي وعاري قدام الناس. يا رب انزع عني عاري زي ما نزعته عن سارة وادتها اسحاق، وعن حنة وإدتها صمويل، وعن أليصابات وإدتها يوحنا.
غيرهم كتير اتحننت عليهم ورزقتهم بأولاد. يا رب اتحنن علي وارزقني بابن. لكن لتكن يا رب أولا وأخيرا لا إرادتي بل إرادتك. آمين. كنيستها قدام ايقونتها في عيد صعود جسدها الطاهر للسماء. عم داك يا مينا بسم الله. والاب الروح القدس اكيد. Thank you.
قومت من على السرير، ما صحتنيش ليه؟ علشان اصلي معاك نص الليل زي ما تعودنا. بس انت تعبانه يا ابني، ارجوكي استريحي على السرير. لا انا هرجع جنبك وهصلي معاك. الصلاه في نص الليل بيبقى لها طعم تاني. ميمة، أنا واثقة إن إيمانك القوي ومحبتك الكبيرة للسيد المسيح هتخليك تصمد قدام التكربتين اللي سمح بيهم ربنا يكونوا ورا بعض. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، فإن الرب قد أحسن إليك. أبي وأمي قد تركيني، أما الرب فقبلني. أبي وأمي قد تركاني، أما الرب فقبلني. اسمعوا يا إخوتي، كل اللي كان ماشي أيام أبويا أمي هيستمر. أي واحد له احتياجات يقول لي عليها. أنا أخوكم الصغير وخدمكم وتحت أمركم. ربنا من محبته ليا اديني خيرات كتيرة، ويسعدني إنكم تشاركوني فيها. اتفضلوا اتفضلوا. عم فرملان، اهلا اهلا. اتفضل تعالى يا مينا يا ابني، عايزك في كلمتين. حاضر. معلش قوم انت بالتوزيع، ما تبخلش على حد، ادي كل واحد طلبه. حاضر. ايه انت ناوي تعيش حياتك كده من غير عمل؟ من غير عمل ازاي؟ ان انا مشغول على الاخر ما بين الخدمه والكنيسه. وده عمل يا مينا يا ابني؟ الخير كتير وانا مش محتاج لمصدر رزق. اولا انت بالطريقه دي كل اللي ورثته عن ابوك وامك هينتهي. ابويا وامي ده انا ورثت عنهم حاجات اهم، هي دي اللي بتمنى انها ما تنتهيش لكن تزيد يوم من بعد يوم. حاجات؟ حاجات ايه دي يا ابني؟ محبة الله ومحبة الناس وطاعة الله وحفظ وصاياه والعمل بيها. مين يا ابني؟ اسمعني كويس، في منشور امبراطوري هيصدر بتجنيد كل اللي بلغ سنهم 15 سنة فما فوق، يعني هتدخل الجيش سواء باختيارك او من غير اختيارك. يعني اوامر، طالما ما بتخالفش تعليم المسيح يبقى لازم اخضع لها. يبقى من الافضل انك تدخل الجيش باختيارك وتنضم لفرقتي، على الاقل تبقى تحت رعايتي. الامبراطورية الرومانية كبيرة جدا، ومين عارف يمكن يحتفوك في مكان بعيد. ايه قلت ايه؟ هقول ايه اللي تشوفه. حضرتك صديق المرحوم والدي وانا زي ابنك، وده اللي دفعني يا ابني اني الحق واقول لك قبل ما يصدر القرار. الاصل اللبس ده بيفتح كل الابواب المقفله. سلولا اللبس اللي انت لابسه ده كانت ضربتك بالقلم. تقدر تضرب جندي في جيش الامبراطور دقلاديانوس. ده كان جيل الامبراطور بنفسه وتعربتها البيضة الحلوة جميلة. سلام يا اخواتي. سلام سلام. قول حرب يا اخواتي، احنا داخلين على حرب مش سلام. تعال خد لك كاسين صنف ممتاز متعتق في قبرص. متشكر أثناسيوس، عايزك في كلمتين لو سمحت. حاضر يا مينا.
والكلمتين دول يعني ما ينفعوش هنا؟ مالك انكتمت ليه؟ مش عارف، الراجل ده لما بشوفه لا بعرف اشرب قدامه ولا اهرج قدامه ولا اعمل اي حاجه خالص. وانا كمان اول ما بيبص لي بنكتم على طول، ما اعرفش ليه. تعرف انت انا بنكتم ليه؟ لا يا اخي اثناسيوس، احنا لازم نحفظ نفسنا في وسط العالم. ازاي بس يا مينا؟ ده احنا عايشين معاهم، بناكل بنشرب بننام بنصحى معاهم. ومال المسيح مش قال في وسط جيل معوج وملتو تدقون بينهم؟ صح. طيب احنا لو سيبنا نفسنا نضيع يا اثناسيوس، حياتنا في وسط العالم زي السفينه في وسط الميه عايمه فوقيها، والميه لو دخلت جواها هتغرق وتضيع في بحر خطايا العالم. صح، كلام جميل، بس تنفيذه صعب. تنفيذه صعب لو اعتمدنا على قوتنا البشريه، والمسيح كان عارف كده كويس وقال بدوني لا تستطيعون شيئا، والغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ايوه مينا، بس اديك شايف ضحكهم وتريقتهم علينا. نطلب المعونه باستمرار، نبعد عن الشر، نهرب منه زي ما هرب يوسف الصديق وقال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. تعالى تعالى يا اثناسيوس، تعالى نتامل جمال الطبيعه وعظمه الخالق، تعالى نرفع اصواتنا بالتراتيل ونلغي اصوات الشر والفجور. تعالى. من الامبراطورين المنتصرين دقلديانوس وماكسيمانوس، نعلن على الكل ان يفرحوا لما حظينا به من النعمة والنصر على الاعداء بهذه الالهة التي حفظتنا وقد تمتعنا بخيراتها الوفيرة. ولذا نأمر الان كل احد تحت سلطاننا ايا كان، قائدا او مقدما، كبيرا او رئيسا، جنديا كان ام مواطنا، اسقفا او قسا او شماسا او خديما او قارئا او راهبا، صغيرا او عظيما، عبدا او حرا، رجلا او امراه، ان يعبد الكل الهتنا ابول وارتميس. السجود يا ابول وارتميس، السجود يا ابول وارتميس. ونحن نامل كل جنس من الناس الذين تحت طاعتنا انه بمجرد قراءه هذا المنشور ان يقوم الجميع بتنفيذه، ليس بتواني ولكن بهمة، وكل من لا يفعل هذا سيعاقب بقسوة حتى لا يستطيع احد ان يفلت من ايدينا. توقيع دقلديانوس وماكسيمانوس. عاش الامبراطوران العظيمان. عاش دقلديانوس وماكسيمانوس. إلهي ومخلصي يسوع المسيح، ارشدني إلى الطريق التي أسلك فيها لأني إليك رفعت نفسي. انقذني من أعدائي يا رب فإني لجأت إليك. علمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي. ده انت ترقيته بقيت ضابط، ده حتى الوالي والجبار القادة قدوا على شجاعتك. يا عم فهميان، حضرتك لما جيت وعرضت عليا اني التحق بجيش الامبراطور دقلديانوس وافقت، لانه كان ايامها مؤمن بالمسيحية، لكن بعد ما سمعنا المنشور بتاعه ازاي يكون جندي في جيش امبراطور انكر مسيحيته ورجع لعبادة الاصنام؟ ممكن تفضل على عاطفتك وتستمر برضه ضابط في الجيش. ان كان الله هو الله فاعبدوه، وان كان البعل هو الله فاتبعوه. لا يا عم لا، انا ما اقدرش اخلي المسيح والبعل. انا خلاص بنعمه السيد المسيح اتخذت عده قرارات ومش هتراجع عنها. عده قرارات؟ ايه تاني غير ترك الجيش؟ عايز ابيع كل الاطيان اللي ورثتها انا ويا امي. انت نويت تبيع ميراثك كمان؟ علشان نحصل على الميراث الذي لا يفنى ولا يضمحل، والقصر ده كمان عايز حد يشتريه.
مينا يا ابني؟ ده قصر المرحوم والدك. وابيع كمان كل الجواهر اللي عندي علشان اقتني الجوهره الكبيره، الحياه الابديه. وهتعمل ايه بالفلوس اللي هتبيع بيها كل الحاجات دي؟ هدفع بيها العربون. عربون؟ عربون ايه يا ابني؟ عربون المدينه العتيده ذات الاساسات القويه، اورشليم السمائيه. انا خلاص مش شايف اي معنى للنقود غير انها تبقى حق للفقراء والمساكين. هتوزع كل اموالك وميراثك على الفقراء؟ لا يا ابني، لا لا، اسمح لي، ده جنون، جنون. طب وزع جزء وخلي لك جزء. انا خلاص هتجه للصحراء، هصلي واتعبد، وهناك هبقرع شويه غنم وجمال، ومش هحتاج لاي اموال. شاب سري مرموق ضابط في جيش الامبراطور يترك حياه القصور والطرف والعظمه ويستبدلها بالصحراء والجفاف، تسيب قياده الجيوش وترعى شويه غنم وجمال. من اجلك يا الهي اخسر كل الاشياء وانا احسبها نفايه لكي اربحك. الوالي بيسأل عنك يا مينا، وعرف انك خلعت لبس الجندية. ارجع يا مينا. افهمني يا سناسيوس، انا من زمان كنت ناوي اعتزل عن العالم واتوحد في الصحراء، والمنشور ده هو اللي خلاني اعجل بالتنفيذ. يعني مطلوب من كل واحد انه يعمل كده؟ لا طبعا، بس مطلوب من كل واحد انه يجاهد في الميدان اللي بيعمل فيه لخلاص نفسه والمجد اسم الله القدوس. خلاص خليك هنا وجاهد معانا هنا. انا دخلت الجيش مرغم يا اثناسيوس، اوعى تفتكر ان الحياه في الصحراء ما فيهاش جهاد. لا، الجهاد في البريه صعب، جهاد مع قوات الظلمه، جهاد مع اجناد الشر السمائيه، جهاد مع قوات ليست من لحم ودم. انت بتهرب يا مينا، فعلا بتهرب، بتهرب للصحراء علشان خايف من الاضطهاد والعذابات. للاسف كنت فاكرك شجاع وهتصمد. صلي لي يا اثناسيوس. يا يسوع صرخت من وسط الجموع وخرجت للبراري بقنوع، ركعت صليت في خشوع وناديك يا يسوع. صرخت من وسط الجموع وخرجت للبراري بقنوع، ركعت صليت في خشوع وناديك يا يسوع. يدك يا حبيبي يا حبيبي يسوع، يدك يا حبيبي يا حبيبي يسوع. قبلت لم أصبح غر وذقت الحلو من عينت الجمال في القفر وعرفت الغنى في الفقر. أقبلت لم أصبح غر وذقت الحلو من مر، وعينت الجمال في القفر وعرفت الغنى في الفقر. أقبل
في قلبي وأرى يسوعي بقربي. اغمرني بحبك يا رب، اغمرني بحبك يا ربي. تخضر الصحارى في قلبي وأرى يسوعي بقربي. اغمرني بحبك يا استنى استنى، ما نصحش واحدة ست تدخل مغارة ناسك. وما هتسيبهم يموتوني؟ هو انت مش جنزي ولا ايه؟ يعني فيك الشهامة والمروءة. ارجوك ارجوك يا مينا ارجوك. تعرفت كل المعلومات دي عامل ازاي؟ اذا كنت انسان صحيح وروحي وربنا هيحميك من البرمج، بس لو كنت اشتمر صورة امرأة فلينتهرك الرب يسوع ويحرقك بقوة الصلاة. يا رب يسوع المسيح يا رب يسوع المسيح عيني. عدي لا سلام ولا تحية. سلام. مالك شكلك كده زي ما تكون تايه. انا تايه في طلب رحمة المسيح. عظيم عظيم، عايش لوحدك في الصحراء دي كلها؟ خد هتلاقيها منين ولا منين؟ من الوحوش ولا من الشياطين؟ ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شر. هايل، نازل تجيب خبز ومية مش كده؟ الخبز معايا والمية اهي، خدهم اقبلهم مني. متشكر، بس مش عارف الاول انت مين وهديتك دي ليه؟ كل الاول واشرب وبعدين نتفاهم. كفاياك صيام يا اخي، كفاياك صيام، اقبلهم مني. طوعني طوعك. انت مين؟ الأرض دي كلها، كل مكان على الأرض ملكي. أنا ملك العالم كله للرب الأرض وملؤها. مكتوب إن رئيس هذا العالم رئيس لمن يخضع لك ولسلطانك الشرير. هتخضع ليمينة. ليس لك سلطان على أبناء الله، فقد حملت في جسدي سمات الرب يسوع. هتتغرش في نفسك يا ابني. هتيجي ايه جنب اللي سبقوك واخضعتهم لسلطاني؟ انت لسه صغير. ده مش غرور، لوحدي انا اضعف من اضعفكم، لكن بنعمة السيد المسيح العاملة فيا اقوى من اقواكم. باشارة الصليب المحيي انصرف عني يا ملعون. مبارك انت يا مينا، لانك دعيت للتقوى منذ حداثتك، لذلك ستنال ثلاثة أكاليل لا تفنى ولا تزول بحسب اسم الثالوث القدوس الذي من أجله جهد. واحد من أجل بتوليتك، والثاني من أجل حياتك النسكية، والثالث من أجل استشهادك،
وسيصبح اسمك مشهورا بين الشهداء، والمجد الذي ستحصل عليه في الملكوت سيكون أكثر آلاف المرات من ذلك الذي أعطيه لك في الأرض. مستحق مستحق مستحق. مصيبة، كارثة. تصور، تصور جنابك واحنا في الميدان العام بنحتفل ونبخر لأبولو أرطميس آلهتنا العظام، يقتحم علينا الاحتفال هذا الشاب ويجاهر بمسيحيته ويفسد لنا الاحتفال. انت ازاي تتجرأ وترتكب الحماقة دي؟ يا جناب الوالد، الشاب ده وشه مش غريب علينا. فعلا. انت اسمك ايه؟ مينا أودوكسيوس. مينا أودوكسيوس. مينا أودوكسيوس، مش انت اللي كنت ضابط في فرقة لوترياكون؟ رد على سؤال، انت الضابط مينا اللي كنت واحد من قوادي؟ ايوه، كنت ضابط في جيشك، لكن فضلت ان اكون جندي في جيش الخلاص الذي لربي المخلص يسوع المسيح. يعني هربت من الجيش؟ يعني مرتكب ثلاث جرائم: هروب من الجيش، واعتناق المسيحية، واقتحام احتفال لآلهتنا، والدعوة للإيمان بالمسيح. أنا تذكرته كويس، ده كان ضابط شجاع وملتزم وكفو. خسارة، إحنا محتاجين ضابط زيه في الجيش. يعني نحاول نكسبه ونضمه لينا، لأننا مش هنستفيد حاجة من موته. اسمع يا مينا، انت ليك كم سنة هربان من الجيش؟ انا خلعت لبس الجندية ولبست ملابس الصحراء من 5 سنين. خمس سنين؟ معلش، انا حنسى جريمتك ده. هيك وحنا يا جناب الوالي، ده تهجم على الاحتفال بمنتهى الجرأة وقعد يتكلم عن المسيح. برضو معلش، كل ده هيتصلح لما يرجع يلبس ملابس الضباط ويبخر لأبولون وأرتميس يطلب السماح منهم. اسمع مينا، انا هرجعك الجيش تاني في رتبة اعلى من اللي انت كنت فيها، لانك كنت ضابط ممتاز. يا جناب الوالي، وفر على نفسك كل وسائل الترغيب. انا خلاص وهبت حياتي للسيد المسيح، ومهمتي اللي جيت علشانها من الصحراء اني ابشر بالهي واقوي ايمان اخوتي امام اضطهادات وعذابات دقلديانوس وميكسيميانوس واتبعهم الاشرار. انت ازاي تتجرأ وتقول الكلام ده قدام الوالي يا وقح؟ خدوه اسجنوه 5 ايام، ولو استمر على عناده ادوله 40 جلدة. 39 40 حلوين الاربعين جلدة دول. محدش هتقول له 40 جلدة زي الخلص الصالح. أرجوك خذلهم جلدة وأكتر. بس كده؟ 41 42 43 44 45 46. بتقول ايه؟ ولا كأنه اتجلد امبارح؟ تكونش انا اللي جلبته بنفسي. خدوه علقوه على العجله. ارحم شبابك يا مينا، وخر واثبت لالهة، انقذ نفسك. انقذ نفسي ولهلك نفسي. يعني التعذيب رهيب، هتعبت على لحمك. المسيح جنبي وهديني قوه لاحتمال العذاب، وهيعوضني عن كل العذابات دي بحياه ابديه وكنيسه سمائيه. طير العجله. ولا ندورها مرة تانية؟ كل العزمات دي بشتيها من اجل محبتي للمسيح. الملائكة حواليا بتضمد جراحاتي كده.
دورها انت مره تانيه. مش شاعر بأي عذاب. حد منكم ساء خمرة ولا مسكر؟ خمري هو المسيح فهو يسكرني بحبه. اسمع يا مينا، انا لسه عندي وعد. اذا انت بخرت الأبولون وارتميس وسجدت ليهم انا حافي عنك. لسه فاكر اني ممكن اشترك معاك في اعمال الظلمة كده؟ انا عايزكم تدوروا العجلة دي مرتين وثلاثة وعشرة لغاية ما تقشطوا جلده، ولما يتهري جسمه تدلكوه بشعر خشن مبلول بالملح ومبلول بالخل. هتقدر تنزع جلدي لكن مش هتقدر تنزع رداء روحي، لانه مصنوع من نسيج الايمان والحب. انا هتفنن معاك في الوان تعذيب جديدة. هتمل من التعذيب وانا هفضل صامد للنهاية بمعونة الهي. اسمع يا مينا، انا حديك مهلة يومين علشان تراجع نفسك، يمكن ترجع لعقلك. تعال معايا. انا مش عارف ازاي بتقدر تتحمل العذابات دي كلها، كأنه مش جسمك اللي بتعذب. مينا سلاسي، سامحني يا مينا، سامحني. أنا أسأت الظن بيك كتير يا مينا، أنا ظلمتك كتير. أنا اللي كنت فاكر إنك هربت للصحراء علشان خايف من الاضطهاد. سامحني، سامحني يا مينا، سامحني، سامحني يا مينا. أنا ظلمتك كتير، ظلمتك كتير يا مينا، ظلمتك كتير. سامحني. ازاي؟ ازاي؟ ازاي لما كل ما ازيد في عذابه كل ما يزيد في احتماله؟ المسيحيين دول ليهم اتصالات مع الشياطين والسحرة، ولهم افكار عن الموت غريبة. دول بيشتهوا الموت. بيشتهوا الموت؟ ايوة، انا قريت آية عندهم بتقول لاشتهاء ان اموت. ان اموت ذاك افضل جدا. مفيش طريقه تعذيب الا واستعملتها معاه. حطيته على زيت بنزين، كسرت اسنانه، حطيته على حديد وسخنت تحت منه بالنار. اعمل ايه؟ انت واقف ده ليه؟ ما تفكرولنا بحاجه تانيه. مساله تعذيب دي بتجيب نتائج عكسيه. بالظبط بالظبط. كتير لما بيشوفوه متحمل العذابات بينخدعوا فيه وبيامنوا بالمسيحيه. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ احنا نقطعه ونخلص منه. نقطعه نصين، نجيب منشار حديد ونقطعه قصاد الناس، ولما نشوف الهه هيعمل له ايه. زي حتة الشمع لما تتحط في النار. ما قلت لك يا جنب الوالي، السحر كل يوم بيعيشوا زيادة وكل عذاب بيتحملوا بيخلي المآت والقلوب بيؤمنوا بيه. ده صحيح، وأبولو وأرطميس هيغضبوا علينا عشان مخلين واحد كافر زي ده عايش لغاية دلوقتي. احنا نقطع راسه بحد السيف وننهي الأمر. خلاص اكتب الأمر ده ونفذه بكرة. غلبتني يا مينا.
قد حان الآن وقت استشهادك، والأمجاد السماوية في انتظارك، وكما آمن الآلاف خلال عذباتك سيؤمن آلاف آخرون ساعة استشهادك. فبعد تمام استشهادك سيلقون جسدك في النار لمدة 3 أيام، ولكن النار لم تمسسه. إمبراطوري، حيث أن المدعومين أودوكسيوس الجندي السابق بجيش الإمبراطور ديقلديانوس قد رفض إطاعة أمر الوالي بالعودة إلى صفوف الجيش وإنكار مسيحيته والتبخير والذبح لآلهتنا، لذلك قد أمرنا بقطع رأسه بحد السيف وحرق جسده في النار، توقيع بيروس والي الإمبراطورية الرومانية. يا ترى لك اي طلبات قبل تنفيذ الحكم؟ كلمة صغيرة اتكلم. يا اخوتي، قد سمح الله ان انطلق اليه نحو الامجاد السماوية هذه الساعة، ولكي يزداد ايمانكم برب الجنود يسوع المسيح اقول لكم ان جسدي عندما يلقوني في النار بعد موتي لن يحترق، لن تمسسه النار ابدا، فهي علامة لكم ليشتد إيمانكم، ومن كان له أذنان للسمع فليسمع. هو ده طلبك؟ نفذ الأمر يا سيد القائد. لم تتخلى عني ولم تتركني ليهلكني عدو الخير فأصبح عبدا من عبدك الأصنام، بل أعطيتني أن أمجد اسمك القدوس، فاحفظني يا رب أيضا في هذه الساعة، أعطني الصبر إلى التمام، ولتقبل نفسي ذبيحة حب لك ولأسجد لك في كل حين. فعلا تحقق الوعد الإلهي، وفضل جسد مريمينا في النار 3 أيام وما اتحرقش. خدناه وكفناه وحطناه في المقصورة. أيها الإله العظيم رب الجنود، يا من قلت على لسان داود النبي إنك لن تجعل قدوسك يرى فسادا، يا إلهي نستودع جسد قديسك وحبيبك مريمينا هنا في هذه البقعة من الصحراء
المعرضة للهجمات البربرية الوحشية من جميع الجهات. نستودع جسدك الطاهر يا ماريمينا في هذا القبر الصغير إلى أن تسمح إرادة الله بظهوره لمؤمنيه مرة أخرى في هذا الجيل أو في الأجيال المقبلة من بعدنا حسب مشيئة الرب الإله. مرت عشرات السنين وأصبح هذا القبر الذي يحتوي جسد الشهيد ماريمينا مجهولا، حيث توالت هجمات بربرية أخرى وضاعت معالم القبر ومعالم المكان أيضا بمرور الزمن. تعال بس وما تخافش كده، هتخف دلوقتي وهتبقى عالي العال، والجرب اللي في جبتتك دون هيطلع على طول. اصل بقى الارض دي بقى مباركة، ليه ما اعرفش، هي مباركة وبس. ما تسألنيش، مبروكة وبس، انا ما اعرفش. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، مش قلتلك هتخف على طول. وريني كده باسم الصليب. المعزة خفت بصحيح. انت طلعت منين يا واد يا فلاتيك؟ انت قاعد هنا ومستخبي وسايب امك بتدور عليك. المعزة خفت بصحيح وبقيت عالي العال. يعني المعزة عند ربنا اهم واحسن من البني ادمين؟ ليه بس يا ابني كده، هي كلها خلقته وصنعت يديه. يعني التراب ده يشفي المعيز وما يشفينيش انا؟ ليه انا زهقت يا عم مرقص، خلاص من عشتي دي، خلاص زهقت. يا ابني مش كده، ما تطلبش من ربنا الشفاء بالطريقة دي. السيد المسيح لما صلى مش قال يا أبتاه إن أردت أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن فلتكن لا إرادتي بل إرادتك. ربنا مش شغال عندنا نؤمره وينفذ. على إذنك لحسن سايب بقية القطيع لوحده. يا رب يا رب، انت قلت لقد ناقشتكم على كفي، وقلت انتم افضل من عصافير كثيرة. يا رب اعتبرني خروف من الخرفان بتوعك وشفيني. لا، لكن انت علمتنا لتكن لا ارادتي بل ارادتك، لتكن لا ارادتي بل ارادتك، لتكن لا ارادتي بل ارادتك. لطيف لطيف، قم قم يا فلاتيك، قد استجاب الرب الاله لطلبتك، قم وقف على رجليك. اقف على رجليك. ايوه، وليتمجد الله في علاك. يتمجد اسم الله، 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 يتمجد اسم الله. يا ناس، يا أهل بيروت، يا أهل البياض، تعالوا شوفوا لكيك اللي كان كسيح مع
تعالوا يا ناس، الرمل المبروك شفته، تعالوا اهل البياض، يا اهل بريوت، امي 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 شايفه امي بتمشي زي المنبهين. تبارك اسمك يا رب، تبارك اسمك يا رب. المعجزات ما بتنتهيش يا فلاتيكا، اسم قريتنا بقى على كل لسان. ده فيه ناس بتيجي من بعيد قوي يا امي. كنت فتحت خير عليهم يا ابني، بعد ما كانت الرملة ما بتشفيش غير الخرفان وبس، بقت بتشفي الناس كمان. لا مش الرملة بس، ينبوع المية اللي انفجر في المكان ده عمل بحيرة مية. المية والرملة يا امي هم اللي بيشفوا الناس. عملت زي بركة سلوان اللي ميتها كانت بتشفي اول ما الملاك ينزل يحركها. يا ترى ايه سر بركة المكان ده؟ اكيد في حاجة مبروكة. اظهر لنا يا رب سر المكان ده ايه. اهو ده المكان يا مولاتي. طب روح انت وباقي الحراس شوفوا حتة تستريحوا فيها. حاضر يا مولاتي. اهلا وسهلا. يظهر ان حضرتك شخصية مهمة جدا، اميرة ولا ملكة؟ انا هنا انسانة بسيطة جاية اخد بركة المكان ده. انت هنا من زمان؟ انا اول واحد خد بركة الشفا في المكان ده، ومن يوميها وانا باجي كل يوم، وهفضل اجي باقي ايام حياتي. وايه اللي بيشفي هنا، التراب ولا المية؟ الاتنين. تحبي تاخدي بركة الشفا؟ متشكرة، بس انا عايزه ادعي جسمي كله بالرمل والميه المبروكه دي عشان انا مريضه. اتفضلي، ربنا يشفيكي. لو سمحت، بصراحه انا مرضي معدي واخاف الوث الميه والرمل دول. الميه والرمل اللي بيدوا بركه الشفا يتلوثوا، تيجي ازاي دي؟ ما تخافيش. هو حضرتك مريضه بيه؟ بالجزام. شفت أنتي اتخضيت أول ما سمعت كلمة الجزام. أصل بيقولوا إنه مرض خطير جدا، وإن اللي بيعيا بيه أطرافه بتقع حبة بحبة. إنما إزاي حضرتك يعني؟ إذا ما خفتش كلها أسابيع ويحصل لي كده، تدبل أطرافي تقع. إن شاء الله ربنا هيشفيكي، إن شاء الله. قول لي يا فلاتيكا، اللي بيخفوا بيحسوا بإيه؟ بيحسوا بقوة وحرارة بتسري في كل حتة مريضة عندهم، ويختفي المرض على طول. ربنا يديكي على حسب إيمانك. أنا اتفزعت لما شفت وشها، وشها أبيض وجميل، لكن المرض اللعين شوهه. يا سلام، لو ربنا استجاب لها وشفيت، أكيد أبوها الملك هيوضى بالمكان ويعملوا مزار. مزار؟ مزار لمين؟ إن كنا إحنا ما نعرفش سبب بركة المكان ده إيه. الليل قرب يدخل جنب الأميرة، ولازم نمشي دلوقتي. لا، روحوا نصبوا خيمة ليكم، احنا هنبات هنا ليلتي. أمرك يا جنب الأميرة. يا
لن أتركك حتى تمنحني شفاء بشفاعة وبركة المكان المقدس ده اللي ما حدش عارف سبب قدسيته إيه. أنا جيت من القسطنطينية لحد هنا لأني مؤمنة إنك زي ما منحت الشفاء لكاثرين قادر تمنحه لي أنا كمان. دومينيكا، دومينيكا، مين هنا دي؟ أنا صاحب هذا المكان وجسدي مدفون هنا. تمير مينا، جندي مخلص للسيد المسيح، استشهدت على اسمي سنة 309. سمعت قصتك، انت شهيد عظيم. الله يتمجد في قدسيه. احفري هنا، هتلاقي جسدي ومعاه صورة محفورة على خشب. حاضر يا مريمين. يختارني انا ويظهر لي، ما استحقش الكرامه دي. فين الجزمراح؟ الجزمراح يا حراس، يا ناس، يا اهل مريوط. امي كمالات في حاجه؟ تستني كويس، ربنا استجاب وشفاني بشفاعه القديس العظيم مريمينا. مريمينا؟ ايوه، وجسده مدفون هنا. روح بلغ اهل القريه وبلغ البابا اثلاثه. امرك يا مولات. البابا اثلاثه وصل، البابا اثلاثه وصل هناك عند الميه، وصل عند الميه. البابا اثلاثه وصل البابا اثلاثه وصل هناك عند الميه. فعلا فعلا يا ابنائي، انها صوره الشهيد العظيم مريمينا. يبقى لازم يا سيدنا تبني لنا كنيسة هنا على اسم مريمينا. ابتدوا انتم في البناء، ولما انتصر بمعونة المسيح على الاريوسيين والامور تهدى هتفرغ لتجميل وتزيين الكنيسة. ربنا يديك كل قوة وبركة وتقدر تنتصر على كل اللي بيحاولوا يهدموا العقيدة الصحيحة. سيدنا قابل صعوبات كتيرة من الاريوسيين وغير الاريوسيين. حتى ولو كان العالم كله ضدي فأنا ضد العالم لأني مع الإيمان الصحيح. تسمح لي يا سيدنا أكون خادم على الكنيسة بعد ما تتبني وحارس على رفات القديس العظيم مريمينا طول حياتي؟ مفيش مانع، بس رفات هيفضل عندي لحد ما تنتهوا من بناء الكنيسة. وحنبتدي دلوقتي في بناء الكنيسة، يلا يا رجالة. اسحب اسحب يا فيناتيك، بس خلي بالك الحمولة تقيلة. خليها على الله، ربنا يستر. حبيبي يا ابني، كان ايه اللي طلعه فوق ده؟ مش شغلته. اسمته بقى يا اخي، هنعمل ايه؟ ابني راح، ابني راح يا مريمينا، راح وهو بيبني في كنيستك، راح بعد ما شافته من الكساح. طب كنت شافته ليه؟ عشان يعيش سنتين وبعدين يموت. يا حبيبي يا ابني، ليه ما مسكتوش يا مريمينا؟ ليه ما سندتوش؟
ليه يا مريمينة ليه؟ بس يا اختي هتموتي نفسك كده. وسايبينه هناك ليه؟ ما جبتوش جنبي ليه الكام ساعة اللي فاضليه؟ على ايه بس؟ ده انت تعبانة خالص. هتدفنوا امتى؟ هتدفنوا ضنايا امتى؟ بكرة الصبح ان شاء الله. ربنا يعزي خاطرك. ادفنوا هناك مطرح ما وقع في كنيسة مريمينة. ادفنوه عند حبيبه مريمينة. ادفنوه هناك. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. بسم الاله الحي القدوس رب الجنود يسوع المسيح. قم قم يا فلاتيكا. اشهد علي على الصليب. مين اللي كان بيكلمني؟ ايه اللي نايمني على الارض كده؟ في ايه؟ في ايه؟ فاتيكا بسم الله يا ابني. فاتيكا بسم الله يا ابني. فاتيكا عايش. فاتيكا البابا أثناسيوس على الأريوسيين قام بتزيين الكنيسة وتجميلها. وفي خلال النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي ألحقت بها كنائس ومباني أخرى وأصبحت المدينة الرخامية الشهيرة. ما تخلوش حاجة على حاجة فيها.
بالك استشهد بجوارك يا قديس يا شهيد يا مريمي. وبمرور الزمن وبفعل الحروب التي تعرضت لها المنطقة وغارات البربر المستمرة، تهدمت المدينة الرخامية، ثم نهبت كافة أعمدتها الرخامية الملونة على يد لعازر النسطوري. وخلال هذه السنوات اختفى الجسد مرة أخرى وظل هكذا منسياً حتى القرن الرابع عشر. ها لقيت حاجة؟ رخام في رخام، بس ايه رخام على مستوى؟ رخام ايه؟ خلي الرخام ده اللي بيشتغلوا فيه. بقول لك ايه، دور لنا على حاجه تنفعنا. فرجت فرجت ايه؟ طمني. في صندوق معتبر قوي بس في رخامه كبيره فوقه، فتنزل معايا. الحمد لله. ايه فرحني. اسند معايا. ناولني 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 ناولني. على مهل على مهل. اطلع 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 ساعدني. يلا بسرعه شد حيلك شد حيلك. تفتكر جواه ايه؟ اكيد ذهب ومجوهرات طبعا. اصل الجماعه دولت كانوا بيشيلوا في كنايسهم حاجات غاليه قوي. بقول لك ايه، قبل ما تفتح هنقسم بالنص، انت التلت وانا التلتين. نعم يا اخويا. التلت ليه؟ بنسرق. الله 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 الله. بقول لك ايه، نظام الحمراء ده مش عليا انا، ده انا لحم مر قوي. روح خلي الكلاب تنهشوا. تعملوا ايه هنا؟ ابدا ابدا ولا ولا حاجه. طب هات الصندوق ده وتعالوا ورايا على الوالي. الوالي الوالي ايه حكايتك انت هو وحكاية الصندوق اللي معاك ده؟ ده صندوق جواهر يا جناب الوالي، انا ورثه عن اجدادي. ده كذاب كذاب. احنا كنا ماشيين ولقينا الصندوق ده سوا، طمع فيه وعايز يلهفه كل لوحده. يا جناب الوالي، ده صندوقي انا، ملكي انا. هات الصندوق ده. صندوق مقفول من كل ناحيه. عموما المشكله دي حلها بسيط، كل واحد فيكم يقول لي صندوق فيه ايه ونفتح الصندوق، واللي يطلع كلامه صح ياخد الصندوق، واللي يطلع كلامه غلط هامر بقطع رقبته. الصندوق ده مش بتاعي ومعرفش جواه ايه. مش قلت لك مش قلت لك يا جناب الوالي؟ يعني الصندوق ده بتاعك انت؟ طيب جواه ايه بقى؟ ايوه جواه ايه؟ جواه طبعا مجوهرات، ذهب ومرجان وزمرد وياقوت. يا جدع يا جدع، ما توديش نفسك في داهيه. هو انت تعرف جواه ايه؟
ما نفتح الصندوق وإذا بصراحة احنا لقينا الصندوق دوت في الكنيسة الإسرائيلية تحت الأرض في المدينة الرخامية جناب الوالي. أنا شخصيا ما أعرفش جوه إيه اللي في مريوب. أيوة هي دي الحقيقة فعلا. اديهم حبس 7 أيام. أمرك يا جناب الوالي. أمال شفت اللي جابنا هنا راح فين؟ هتعمل إيه بالصندوق ده؟ كنت اديته للشيخ صمويل وخلاص. استني بس لما نشوف جواه إيه. أصل زمان كانوا بيشيلوا في الكنائس كنوز ثمينة فعلا. الله ده في صندوق تاني فعلا جواه. ايه ده؟ يبقى اكيد جواه حاجة ثمينة قوي. اه ايه ده؟ ايه ده؟ ده عظم. ده شوية عظم. ايه ده؟ ده فعلا عظم. غريبة قوي بقى كل ده عشان شوية عظم. والمغفلين كانوا فاكرينه كنز ويقولوا ذهب وياقوت ومرجان وزمرد. غريبة قوي. هتعمل ايه بالعظم ده؟ ابدا انا هاخد الصناديق واخليهم يرموا العظم ده في اي حتة. هذه كل هنا في الصندوق. خد ارميهم في اي حته. امرك يا جناب الوالي. استنى يا فندم. جناب الوالي انا مش مرتاح للتصرف ده. ها؟ عظام زي دي لقيناها في صندوق محطوطه بترتيب وعنايه اكيد تبقى عظام مقدسه. مش معقول ترميها زي اي عظام. امال اعمل فيها ايه؟ انا من رايي تتحرق في فرن المطبخ. الحاجات المقدسه اللي زي دي افضل لها انها تتحرق من انها تترمي. ها؟ طيب خد ودي العظام دي للطباخ وقول له يحمي بيها فرن المطبخ. امرك يا جناب الوالي. مبسوطه يا ستي؟ طلباتك اوامر. ايه ما فيش اخبار عن ال طيب انا مش عارف ليه ربنا مش عايز يرزقني بولد يحمل اسمي ومملكتي بعد ما اموت. انا مش عارف عملت ايه في حياتي عشان ربنا يعاقبني بالشكل ده ويحرمني من الذريه. جناب الوالي تاكد اني بتعذب زيك بالظبط ومقدره شعورك ده. انت مالكش ذنب في اللي حاصل. انت ممكن تحقق رغبتك دي مع اي واحده تانية. انا كل امنيتي ان الولد يكون منك انت. يا جناب الولد يا جناب الولد. ايه في ايه؟ العظام. عظام ايه؟ العظام اللي بعتها جنابك عشان ارميها في فرن المطبخ. مالها؟ رميتها والنار ما مسكتش فيها ابدا. ونور عمال يطلع منها اقوى من لهيب النار. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ مش ممكن. تعالى بس اشوف يا جناب الولد. ايوه يا جناب الولد حاجه مهمه زي دي لازم نشوفها بنفسنا. ايوه صباح الخير يا شيخ صمويل. صباح النور يا ابني. الوالي عايزك دلوقتي. دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. حاضر. سلام. سلام حبيبي. هاتيلي الحبايب من جوه يا بنتي. حاضر يا بابا. حاجة غريبة فعلا. ادينا بقى لنا ساعتين دلوقتي والنار دايرة حوالين اللفافة والعظم ومفيش أي تأثير. والنور الغريب اللي طالع منه غريبة قوي. تفسروا بإيه ده يا شيخ صمويل؟ اللي جوه اللفافة دي عظام واحد من القديسين الشهداء. والعمل إيه دلوقتي؟
طفوا الاتون عشان نقدر نسحبهم من جوه ونرجعهم للصندوق اللي كانوا فيه لحد ما ربنا يرشدنا. عظام مين دي؟ انا مش هسمح لك تاخد الصندوق ده الا اذا قلت لي العظام دي عظام مين. صدقيني يا جناب الاميره ما اعرفش، لكن في الغالب عظام شهيد من اللي استشهدوا في العصور الاولى للمسيحيه. يعني العظام دي ممكن تعمل معجزه لان النار ما مستتهاش؟ ربنا بيسمع للقديسين واحنا بنتشفع بيهم. يقول الكتاب في العهد القديم: فصلى ابراهيم فشفى الرب ابي مالك، وقال: ان وقف موسى وصموئيل امامي فلا تكون نفسي نحو هذا الشعب. اما في العهد الجديد فلما جه السيد المسيح واستشهد على اسمه الالاف، فالقصص والحكايات عن شفاعتهم كتير جدا. عن اذنك يا جناب الاميره. استنى شيخ صموئيل، يا صاحب العظام دي بترجاك تسمعني، تسمع العبدة مسكينة محتاجة ليا رجاء في ربنا ان يرزقني بابن، ابن يملى علي حياتي. إلهنا القدوس يا فاحص القلوب والكلى، اعطيها حسب إيمانها، وإن كانت إرادتك توافق طلبتها اعطنا علامة بشفاعة صاحب هذه العظام المقدسة. النور ذهب. ربنا اعطانا علامة. بإذن الله هتخلفي يا مولاتي، بإذن الله. أشكرك يا رب، أشكرك أيتها العظام المقدسة. من النهاردة الصندوق ده أنت مسؤولة عنه. حاضر يا بابا. ودايما ترتلي وتسبحي قدامك. حاضر يا بابا. بس ليه يا بابا؟ زي ما طلع نور ما يطلعش صوت ويقولنا عظام مين دي؟ يا بنتي ربنا هيكشف لنا كل حاجة في الوقت المناسب وبالطريقة اللي يشوفها هو. احنا ما نفرضش طريقة معينة على ربنا، لأنه ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. طب ليه يا بابا أجساد القديسين ليها كرامة خاصة؟ شوف يا بنتي، الكنيسة بتنظر لأجساد المؤمنين كلهم نظرة لها قيمة، لأن أجسادهم اتحدت مع جسد الرب يسوع المسيح بسر الإفخارستية. والمؤمن اللي يداوم على التوبة والاعتراف والتناول باستمرار بيبقى جسده بيشترك بالنفس الإنسانية في جهادها الروحي، وخاصة أجساد الشهداء اللي قدموها ذبيحة حب ورائحة بخور أمام عرش الله. شوفي مين يا بنتي. سلام يا أخي. سلام ومحبة، أهلا بيك يا أبونا. الشيخ صموئيل صاحب الديوان وشيخ الضيعة؟ خدامك يا بونا. أنا الراهب إسحاق من البلاوي. زارتنا النعمة. النعمة والبركة في بيتك يا شيخ صموئيل. هو ده الصندوق اللي لقوه العمال تحت الكنيسة الأثرية اللي مدفونة تحت الأرض؟ أيوه يا بونا. امبارح بالليل بعد ما صلينا صلاة منتصف الليل دخلت قلايتي، وقبل ما انام لقيت بقعة نور في وسط أوضة، مع إن الفجر كان لسه بدري عليه. وشوية شوية ابتدى النور يزيد يزيد، وظهرت صورة قديس وشهيد عظيم، وقال لي إن العمال سرقوا الصندوق اللي فيه وفاته، وان الوالي امر ان الصندوق ده يبقى عندك يا شيخ صموئيل. وما قالكش هو مين؟ الشهيد العظيم والقديس مهري مينا العجيبي. مهري مينا العجيبي؟ تبارك تبارك يا الشهيد العظيم، تبارك. انا مش مصدقه.
جسد القديس مريمينا هنا في بيتنا. انا عمري استحقهاش. وقال لي كمان انه لازم الصندوق ده يفضل عندكم لغايه ربنا ما يرتب ما يراه مناسب. بنتك دي؟ ايوه ست القط. متزوده؟ لا يا بونا، انا ندعت نفسي عروس للمسيح وده الدين الحق في رعايه جسد مريمينا. ربنا يباركك يا بنتي. على اذنكم. اتفضل يا بونا. يا شيخ صمويل اهلا وسهلا. سلام يا بونا. سلام والنعمه. اهلا يا بنتي. سلام يا بونا. انا تحت امرك. اول ما المرسال بتاع قدسك وصلني جيت على طول. خير؟ في الحقيقه يا شيخ صمويل انا مكلف من قبل البابا بنيامين لاقناعك انك تحضر جسد القديس مريمين العظيم عشان نضعه هنا في كنيسته بهم الخليج. ليه تحرمنا يا بونا من بركه جسد مريمين؟ اجساد القديسين يا اخواتي لازم تحفظ في الكنائس، والبابا بنيامين بيرجوكم بيرجوكم تسلمونا جسد القديس مريمينا. بس الناس في بنها يا ابونا هيزعلوا لما يعرفوا ان احنا فرطنا فيه وادناه لكم. بابا كلام ابونا يوحنا صح، لان مريمينا ظهر لي امبارح وقال لي كلمتين ما فهمتهمش غير دلوقت. قال لي انا همشي من هنا لمكان تاني. وده معناه انه موافق على نقل جسده. على كل حال احنا لازم نطيع الامر ولو اننا هنحزن لفراقه. بس يا ابونا دي كنيسه صغيره وقديس عظيم زي مريمينا لازم تديني له كنيسه كبيره تليق بمكانته. نضعه هنا دلوقتي لحد ما يرتب ربنا ما يراه صالحا لقديسه. كل شيء يا اخوتي بموعد. عندما وقع الاختيار الإلهي على صديق حميم للقديس مينا هو الراهب القمص مينا المتوحد ليكون البابا كيرولوس السادس، فكان هذا إيذانا بإحياء أمجاد ماري مينا لا في مصر وحدها بل في مختلف بلاد العالم. وقد تم توزيع أجزاء من رفاته المقدسة، جزء ظل كما هو في كنيسة فم الخليج وجزء آخر وضع بالكنيسة التي أنشأها البابا كيرولوس على اسمه بآخر مصر القديمة. وجزء ثالث نقل لدير مارينينا الذي أنشأه أيضا البابا كيرولوس السادس في صحراء مريوط بجوار المدينة الرخامية الأثرية التي ما زال الناس يأتون إليها لمشاهدة آثارها المتبقية.
وتقام الصلوات في هذا المكان مرة كل عام في عيد استشهاده كتقليد بدأه البابا كيرلس السادس. وقد ارتبط اسم مارينينا والبابا كيرلس السادس ارتباطا وثيقا حتى أصبح اسماهما وكأنهما اسم واحد لشخص واحد وروح واحدة. يقع دير مارينينا جنوب غرب الإسكندرية بحوالي 70 كيلومتر، وهو في منتصف المسافة تقريبا بين وادي النطرون والإسكندرية. وبوابة الدير الغربية عليها لوحة من الموزايكو للشهيد يمتطي جوادا باعتباره جنديا للمسيح. وقع الدير على مساحة 100 فدان، وأول كنيسة أنشأها البابا كيرلس السادس في الدير هي كنيسة الأنبا صموئيل المعترف، وبها رفات الشهيد مارينينا. وقد سميت على اسم الأنبا صموئيل المعترف لأن البابا كيرلس السادس كان رئيسا لدير الأنبا صموئيل المعترف لعدة سنوات وأحبه حبا جما. وكنيسة ثانية صغيرة على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، حيث جرى التقليد على بناء كنيسة في حصن كل دير على اسم الملاك ميخائيل باعتباره الملاك الحارس لكل الأديرة. وتحتوي هذه الكنيسة على رفات عديد من القديسين مثل الشهيد ماري جرجس والشهيد ماركوريوس أبو سفين والشهيدين قزمان ودميان. وكنيسة ثالثة على اسم السيدة العذراء مريم. أما كاتدرائية الشهيد ماري مينا فقد صممت
على أن يكون بها سبعة هياكل على غرار الكنيسة التي أنشأها البابا ثاؤفيلس، وتتسع لثلاثة آلاف مصلي، وهي مزينة من الداخل والخارج بنقوش قبطية من تصميم آباء الدير. كما يوجد بالدير مزار البابا كيرلس السادس الذي يجري حاليا توسيع مساحته ليستوعب الأعداد الكبيرة من الزوار، وهو يشمل على صور عديدة لإنجازات قداسته التاريخية ومواقف فريدة من حياته. يضم المزار رفاته المقدس، إذ قد أوصى قداسته أن يدفن في دير ماري ميما. به ملابسه الإسكين والمنطقة الجلدية وساعته التي توقفت عقاربها لحظة انتقاله إلى الأمجاد السماوية، وهذه الحلة المذهبة كان قد أهداه له الإمبراطور فيلسلاسي، ونادرا ما كان يرتديها قداسته، وتحتوي هذه الأنبوبة على شعره الذي كان يتساقط أثناء تمشيطه. لقد كان نزيرا للرب. وإذا انتقلنا إلى الدير القديم والمنطقة الأثرية التي تبعد عن الدير بحوالي نصف كيلو متر، نجد أن الحفريات اكتشفت آثارا ذات قيمة تاريخية فريدة، وكان أبرزها حفريات الأسقف الألماني كوفمان، وما زالت الحفريات مستمرة بمعرفة هيئة الآثار المصرية والعلماء الألمان، وما زالت آثار القبر الذي بناه القائد أثانيسيوس قائمة حتى الآن. وقد بنيت ستة كنائس في هذا الدير، ثم تحول بعد ذلك إلى المدينة الرخامية الشهيرة، ومما يدل على اتساع شهرة القديس ماري ميما وجود قنينات مرسوم عليها صورته في أنحاء أوروبا وبرشلونة والسودان ويوغوسلافيا وروسيا. وتعيد الكنيسة عيدين للشهيد ماري ميما، الأول في 24 نوفمبر عيد استشهاده، والثاني في 22 يونيو عيد تكريس أول كنيسة له. بركته وشفاعته تكون معنا ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.